حصل انه كان لينا فتره القضيه الحقيقه، هم الولاد كانوا اتحبسوا واتحبسوا فتره، وبعد كده الاول اتحكم على المدرس ب3 سنين، وكنا منتظرين الحكم بالنسبه للطلبه اللي حصل بالامس هذا الحكم. معنا ومع حضراتكم والد الاستاذ عاطف داوود، والد الطفل مولر. استاذ عاطف، برحب بحضرتك معانا. يا مرحبا يا مشايخ، يا مساء النور يا استاذ عاطف. مشايخ الصح، ازاي حضرتك؟ قول لنا، هم الولاد كانوا حاضرين مساء الجلسة؟ العفو مساء الامير. اهلا وسهلا، استاذ عاطف. اهلا وسهلا استاذ عاطف. ازاي صحتك يا باشا؟ عامل ايه؟ اهلا يا استاذ عاطف. استاذ عاطف، انت والد مولر، ولد من الاولاد اللي اتحكم عليهم ب5 سنين، هم انتوا كنتوا حاضرين او الولاد كانوا حاضرين الجلسة، ولا الحكم ده يعتبر غيابي؟ لا، حكم غيابي. حكم غيابي. طيب الولد من يوم ما طلعوا من السفارة خلال سنين لحد الوقت حكم غيابي. طيب انتوا لما طلعوا الكلام ده، كان الوقت اللي اتحبسوا فيه كان امتى تقريبا، واتحبسوا قد ايه يا استاذ عاطف؟ اتحبس يوم 7 ابريل. واخلى سبيلهم امتى؟ اخلى سبيلهم حوالي من 5 6، او يعني فضل 10 6 كده يعني. يعني قعدوا حوالي اكتر من شهرين، يعني الحبس استمر. طيب بالنسبه للمحامي، انتوا معاكم الاستاذ ماهر نجيب مش كده، ولا معاكم محامي تاني؟ طيب دلوقتي الاجراءات اللي انتوا المفروض هتتخذوها، يعني دلوقتي الولاد مش هيكونوا المفروض يعني مش هينفذ الحكم غير بعد ما تكمل الاجراءات. الاجراءات التاني اللي المفروض المحامي يعملوا ايه؟ على احنا سامعين بيقول لك نعمل استئناف، مش عارف ايه يعني. طيب انتوا شعوركم يا استاذ عاطف دلوقتي، يعني انت حاسس بايه ان جه الحكم ده على ابنك والولاد اللي معاه بسبب هذا المشهد التمثيلي؟ صدقيني يا استاذ، احنا ما كنا مش كنا متخيلين الحكم ده القاسي، اقصى عقوبه على اطفال. نعم، اطفال أطفال لسه يعني ما تتخيليش اللي حصل لنا إيه في البيوت، وأول ما سمعوا الأطفال الكلام والخبر بالحكم فاتوا البيت ومشوا. سابوا البيت ومشوا؟ مشوا فين طيب؟ مشوا صدقيني، اللي يقول لك أنا هخرج نفسي، واللي يقول لك أنا هنتحر، واللي يقول لك أنا ما عزناهمش، إحنا جايين نلف عليهم ونسجنهم. أنت مولر عنده كام سنة يا أستاذ عاطف؟ وفي سنة كام؟ ابني انا في ثالثه ثانوي عام علم علوم. ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي عام علم علوم. والاولاد التانيين اللي معاه اللي هو البير والبير اشرف وباسم امجد، كله وباسم في ثانيه ثانوي عام. البير في ثانيه ثانوي عام. البير وباسم في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي عام. طب وكلينتون؟ كلينتون. وكلينتون في أولى كلية زراعة أسيوط. أمال إزاي كلينتون قالوا سنه صغير فهيودعوه مؤسسة الأحداث؟ يا أستاذة، القاضي خد كده بالعشوائي، ما عندوش استعداد يشوف السي في، ما عندوش استعداد يشوف الورق، لا يعني ما عندوش يعني استعداد يشوف أي شيء. معلش استوضح من حضرتك استاذ عاطف، يعني كلينتون في اكبر من مولر والبير؟ كلينتون أكبر واحد سن يا أستاذ، مواليد 97. كلينتون أكبر واحد في السن، والحكم اللي جه إنه يودع مؤسسة الأحداث لصغر السن. أي ده توضيح. ده سعادتك إنه ما جلبش في القضية ولا شافها. وحتى المحامي الاستاذ ماهر كان دايما بيقول لنا ان هم كان بيطالبهم يشوفوا الفيديو، ما يعتمدوش على تقرير اللجنه الفنيه، لكن للاسف لغايه الحكم اللي حصل بالامس ما شافوش الفيديو، اعتمدوا على تقرير اللجنه الفنيه اللي كان ضد ال 30 ثانيه دي. طيب يعني قلوبنا معاكم، قلوبنا معاكم، وان شاء الله الاجراءات القانونيه باذن الله. تحب توجه اي رساله لاي حد يا استاذ عاطف؟ يعني لاي مسؤول في الدوله؟ اتفضل. بوجه لسياده الرئيس، احنا بنحبه ونحب مصر. نعم. مش ليه طيب بنعاملنا بالمعامله دي؟ احنا عايزين نعرف ليه بنعاملنا بالمعامله دي؟ يعني ليه طيب 28 ثانيه اطفال ابرياء طلعوا على رواز المدارس يحطموها، حطموا بيوتنا، حطموا بلادنا، ليه طيب؟ ليه عشان ايه؟ يعني ليه؟
الام عيانه وما تبكيش. نعم. ده الظلم ده. عارفه استاذ طب حضرتك انا حاسه بحضرتك. شباب حيه. يعني نفسي 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 يحكم يحكم بمرج الله. مش عايزين مش عايز ايه بس؟ نعم. يعني ليه؟ مش عايزين نعيش هنا في البلد، يفتحوا لنا نطلع هجره، نمشي. نمشي طالما هم مش عايزيننا. البلد بتاعتنا حلوه والناس حلوه فيها. ليه الحكومه بتعمل معانا كده؟ ان شاء الله الامور تتعدل ان شاء الله يا استاذ عاطف، وان شاء الله يكون في يعني تعديل لهذا الحكم باذن ربنا، وهي مساله اجراءات ان شاء الله، وهنتابع معاك ويا رب وربنا يقويك. وانا عارفه انها تجربه صعبه، لكن ان شاء الله ربنا يقويك. احنا خايفين على الاولاد، مش عارفين مراحوا فين، مش عارفين مراحوا فين. يعني الولاد كلهم دلوقتي ما رجعوش البيت، الولاد الاربعه ولا عارفين، خايفين يجوا من بتوع بلد ياخدوهم يحطوهم في السجن كده. خايفين. طيب خليني اقول لحضرتك. طب بص استاذ عاطف، مستشار امير، استاذ عاطف مستشار امير هيقول لحضرتك حاجه. بص يا استاذ عاطف، انت قول لاولادك ان ده حكم غيابي. الحكم الغيابي مش بيو يعني المحكمه مش بتنظره زي ما ان يكون في حضور وان المحامي يترافع وان يقدمه كل الادله اللي هي اللي بتثبت براءتهم وكده. فطبعا اللي حصل ده مش نهايه المطاف، اللي حصل ده لسه يعني دي الاجراءات الاولانيه. فانت برضو يعني قول للشباب ان هم يعني انا عندي ثقه ان هم ايه ما يخافوش ويرجعوا. ان هم ما يخافوش، انا عندي ثقه ان هم يقفوا قدام المحكمه يدافعوا عن نفسهم. اللي عايز اقول لك حاجه مهمه قوي في الجرائم بيبقى في حاجه اسمها النيه. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيعملوا ده بنيه ان هم يسيئوا للدين او ان هم يعني يغلطوا في حد، ولا كانت نيتهم بريئه؟ فعشان كده انا لا انا اسمعني انا فاهم انت بتقول ايه. ولا عندهم خلفيه من الكلام بتاع الحكومه ده كله. انا فاهم وانا فاهم ان هم اطفال وكده، بس اللي انا بقوله لك لا يعني كملوا المشوار. المشوار ده يعني ما ينفعش ان بناء على الموقف ده بس كده يتم الحكم على الموقف ككل. لا، ده معناه ان لسه المحكمه ما خدتش وقتها في ان هي تدي حكم نهائي، انها تدرس الموضوع بصوره كافيه. فاحنا مش بندافع عن المحكمه، لكن انا بقول لك الحقيقه. يعني ده الحقيقة اول حكم يا استاذ عاطف، ده اول حكم خالص دايماً كده. بصي دايما الاحكام الغيابيه اقول لحضرتك حاجه يا معالي باشا. هو عطى الحكم يا باشا بدون كفاله ومع النفاذ. مع النفاذ يا باشا. ماشي. مع النفاذ غيابي مع النفاذ؟ مع النفاذ يا باشا بدون كفاله. طب هو الحكم حضر فيه المحامي وترافع ولا لا؟ القضيه الحكم النهائي نطق بالحكم ما دخلش، ما رضيش يدخل محامين. الحكم كان مخلص وكانوا مخلصين الجنات وخلاص. لا انا بسال المحامي، المحامي راح وترافع قدام القاضي ولا لا؟ راح وترافع يوم 4/2. يعني اترافع معانا المحامي يوم 4/2 وساعة. طيب ماشي. عموما حتى ولو كل اللي نقدر نقوله الحكم ده لم يصبح نهائيا بعد، لسه في محكمة استئناف. حتى لو الحكم ده حضوري ما بيتأس دلوقتي على الأحكام، حتى ولو صدر حكم أول درجة لسه في حكم تاني درجة اللي هو الاستئناف، وبيبقى في فرصة لأن الخبير يشوف وإن المحامي يترافع تاني وإن الأولاد يقولوا شهادتهم وأقوالهم. يعني الكلام لسه ما تخافوش بالمنظر ده، لسه الإجراءات لسه لم تكتمل والحكم لم يصبح نهائي بعد. تمام، ربنا يكون معاك يا استاذ عاطف، وان شاء الله زي ما قال مستشار امير احنا لسه عندنا درجات تقاضي، وان شاء الله باذن ربنا خليهم بس ما يخافوش وثقوا في ربنا، وان شاء الله ربنا عادل واكيد هينصف الولاد.